اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن موضوع كل الناس بتتكلم عنه وهو تربيه الولاد وازاي نطلع اطفال سويه نفسيا قادره انها تتحمل المسؤوليه، تكون يعني جزء ايجابي من المجتمع، ما تاثرش بطريقه سلبيه على المجتمع، ما تتاثرش باي حاجه سلبيه بتحصل حواليها، وازاي الاهالي جوه البيوت يقدروا انهم يخلقوا لاولادهم البيئه الصحيه دي. ويمكن احنا واحنا بنتكلم عن التربيه جزء كبير من التربيه بيقع على عاتق الام، بما انها يعني اكثر احتكاكا بالاطفال وموجوده طول الوقت. طبعا الاباء كمان ليهم دور كبير في التربيه، واحنا هنتكلم اكتر بالتفصيل يعني الاب يعمل ايه والام تعمل ايه، وعشان في الاخر نوصل لمعادله مظبوطه مع اولادنا في مساله انهم يكونوا اسوياء نفسيا، في مساله انهم يعتمدوا على نفسهم. مساله التربيه يعني هي في الاخر رزق ونصيب، لكن كمان فيها مجهود كبير قوي بيتعمل جوه البيوت. هنجاوب على كتير من الاسئله اللي اكيد جوانا وجوه حضراتكم وموجوده طول الوقت وبنتكلم عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. معانا في الاستوديو دلوقتي الاستاذه امل غالي الاستشاري التربوي. صباح الخير عليكي. صباحكم جميل. كل سنه وانتي طيبين. يمكن دلوقتي بقينا من اكتر الحاجات اللي بنشوفها وخصوصا على الجروبات بتاعت الستات وكده، ربوا ولادكم يا جماعه احنا مش ناقصين. طب يربوا اولادهم يعملوا ايه؟ يعني الامهات ممكن تلاقي كتير منهم بيدلع قوي وخصوصا في السن الصغير، وتقول لك لا اصله لسه مش فاهم، اصله لسه بيعمل حاجه دي ما يعني مش فاهم، لو انا وجهت له توجيه ما. وكتير منهم برضو تلاقيهم شده وعصبيه مع الولاد، هو المفروض ايه اللي يحصل؟ بصي، هو لو احنا بنتكلم عن تربيه الصبيان، وهو تفرق في الولد والبنت طريقه التعامل؟ لا لا، مش بس انا محتاجه افهم بس طبيعه الولد. لو انا عندي ولد انا محتاجه افهم بس طبيعته عشان ما بقاش ماشيه في حته غير الطبيعه اللي ربنا خلقه عليها. انا بتكلم على نشأ، يعني لسه ما شفتش طبيعه انا اللي هزرع فيه اللي لا. هو هيطلع عليه. لا، في حته، ما دي حته من الحتت اللي محتاجه توضيح اكتر. ربنا خلق البني ادم بصفات موجوده فيه، واحنا بالرب بعد كده. يعني ربنا ادانا، في زمان كان بيقولوا ربنا ادانا طفل زي ورقه البيضه. هي الجمله دي مش صحيحه تماما، هي ورقه بيضه في نقائها وجمالها، لكن هو نازل ببعض الصفات والاختلافات بين كل شخص والتاني، زائد ان في جزء في طبيعه الصبيان يختلف عن البنات. ربنا خلق الولد جاهز للحمايه، الدفاع، ان هو يحمي ويدافع. البنت ربنا جهزها للرعايه، ترعى اسره، ترعى يعني تقدم حب اهتمام. حتى تلاقي البنت بلاش نشوف ده دلوقتي سترونج اندبندنت وومن وبتاع، يعني خلاص الموضوع اختلف بقى، ومراه قويه متحرره ولا ده ملهاش علاقه بدي. ايوه بس فكر المجتمع اتغير في اللي حضرتك بتقولي عليه. لا مش قصدي دي، ملهاش علاقه قويه ترعى بيتها وترعى اولادها. المراه قويه وترعى بيتها، قويه وتشتغل، هتيجوا عليا انتوا الاثنين، وتحب بيتها ويبقى عندها استعداد تضحي عشان ولادها، وتبقى في الشغل بتفكر في ولادها. اتواصل مع اولادي. الراجل جاهز للحمايه، يحمي بيته، يحمي اسرته، ويدافع. فالحاجات دي كلها الصبيان متجهزه بيها، ربانيه، حاجه ربانيه. الولد بيحب يتحرك كتير غير البنت. انت حطي كمان هاتي مثلا انت مخلفه جديد مثلا، شوفي البنت اول ما تشوف ولد او طفل مولود جديد تحب تسال، تراعيه، تطبطب عليه، الولد يلعب قدامه كده وحواليه، لكن ما يفكرش ازاي مثلا ازاي ده بياكل، ازاي ده بيعيش. البنت عندها استعداد تشوف الامومه مزروعه جواها، امومه. الولد احنا محتاجين علشان نربي ولد صح، محتاجين بس نوصل له معلومات صح عن الرجوله. الولد من هو صغير بيوصل له معلومات غلط، يعني يقول لك الرجاله كلها خاينين. فانا لما الطفل صغير 5 6 7 سنين يطلع على جمله الرجاله كلها خاينين، او الراجل ده ملوش يعني ايه قدره ان هو يقول لاي ست لا في اي حاجه. فده بيترسخ جوه الطفل معلومات غلط عنه، او العكس، عنه، او عن انه ما يتقبلش ان حد يقول له لا، يعني انه بنت او ما يتقبلش ان هو يقول له لا. فالمعلومات، علشان كده انا نفسي مش كل ان افهم اولادنا ان مش كل بيتقال في وسائل التواصل هو صح. ما ينفعش حد يطلع يعمل فيديو علشان نضحك عليه، يروح مزارع في اولادنا في افكار غلط عن الرجوله، فيكبر الولد وفاهم ان هو لازم هيخون في يوم من الايام، وان كل الرجاله خانين. دي تعميم غلط تماما. ازاي نكنترول ده؟ ازاي نتحكم إن في اوعي انا عندي مشكله كبيره جدا. فكره كمان مواقع التواصل الاجتماعي دي خطر، كل ما يبث عليها ليس بالصحيح تماما، وهو فكره هي حرب من الحروب الممنهجه ضد الدول، اللي انا بغذي افكار الشباب بمعلومات خاطئه، ينشا الشخص ده كمان 20 سنه انا ربيته على اساس، فلما ابتدي اتحكم في امور المجتمع بالشكل اللي انا زرعته فيه من وهو صغير، خلاص هو شايف ان ده امر تقليدي بالنسبه له. فازاي انا امنع ده من الاول؟ زن كمان وسائل التواصل، زن على المخ. ان الاب والام لو ما اتعلموش يفتحوا حوارات مهمه
الطفل هيبقى قاعد وبس قدام وسائل التواصل، مش بياخد معلومه تانية. الاهل للاسف مهتمين في تربيه الصبيان بازاي يبقى ناجح رياضيا وتعليميا فقط. الجانب الديني مهمل، الجانب الوعي بان انا افهم، انا اقعد كده مع ابني بتشوف ايه، اكتر فيديو عجبك ايه، مين الناس اللي انت بتاخدهم قدوه، انا لازم اعرف القدوه بتاعت ابني وخصوصا في سن المراهقه، انت مثلا بتسمع لمين، طب ده بيقول ايه، طب انت ايه رايك في الكلام ده، طب انت عارف ان الكلام ده مثلا ضد الدين، او انت عارف ده ضد المبادئ، لازم ازرع فيه مبادئ وقيم. لو انا علاقتي مش قويه بابني انا مش عارف ازرع اي حاجه، ولا حاجه، ولا هعرف اعرف ازرع فيه، ولا اخد، مش هيقبل كلامي اصلا، هيقول لي ماما اتركني على جنب، بابا اتركني على جنب. الاب ده دوره رهيب في حياه الولد، هو بيتعلم الرجوله من ابنه. سوري، ابني وابنه بيتعلم الرجوله منه، من ابوه. فانا محتاجه كاب ان انا اخد بالي انا بتصرف ازاي، بعمل ايه. اللي ابني لو وثق فيا هيسمع مني، هيقعد ابني يقول له انت عارف ان الراجل هو مثلا اللي يقدر يحمي الست، مش يضايقها، او الراجل مثلا هو اللي يقدر يتحكم في انفعالاته. مفيش حاجه اسمها افضل اهتم بس بالدراسه والرياضه واهمل اهم شيء اللي احنا بنعاني منه دلوقتي في القتل والحاجات دي، ان الراجل مش بيعرف يتحكم في انفعالاته. مش بيعرف يقول امتى ازاي يغضب، وامتى يخرج غضب ويخرجه ازاي. احنا مش ضد الغضب، عشان هما مثلا لما هو طفل ما تعيطش انت راجل مثلا، دي اول تعبير عن غضب او عن حزن جواه، ما تعبرش ابعدوا عنه، ده غضبان دلوقتي هاتوا له اللي هو عايزه، كارثه. لان هو الطفل لما بيغضب وهو صغير، بيبي 3 4 سنين، والام اول ما تشوفه يغضب تروح تقول له خد اللي انت عايزه، انا كده حقق له اللي عاوزه، يبقى معناه ايه كده؟ هيفهم ايه؟ ان انا لما احب احقق اللي انا عايزه. طب هي المفروض أغضب. تعمل ايه بعد يعني نوبه من العياط يعني الانفعالات برضو الغير مبرره، المفروض هنا هي تتعامل ازاي؟ اولا هي مبرره بالنسبه له، انفعالات مبرره بالنسبه له. هي الام هي اللي بتبقى يعني هي اللي واقفه عاجزه مش عارفه تعمل ايه. هنا الام تعمل ايه الصح بقى؟ لما ابني 3 4 سنين وسنتين ينفعل ويعيط ويكسر، تعمل حاجتين. تتواصلي معاه تقول له انا فاهمه، شايفه شكلك غضبان، انا شايفه ان انت تعبان متضايق غضبان، تحب تيجي في حضني؟ جه في حضنها خير وبركه، ما جاش تخليه، بس تقول له انا جنبك اي وقت تيجي. نوبه الغضب تاخد 20 30 دقيقه بالكتير، يرجع في حضنك. اوعي تديله اللي هو كان بيعيط عليه او يصرخ او يكسر، ده خطر يا جماعه. لان انا لو اديت للطفل اللي كسر حاجه فخدها، خلاص يبقى انا كده هكسر واموت واعمل علشان اخد اللي انا عايزه واثبت قوتي. قوتي بقت في غضبي. فانا لا، مش هديله، هقول له بص احنا في لما تتكلم معايا نتفاهم، ممكن ناخد اللي انت عايزه، لكن طول ما انت بتكسر مش هينفع، طول ما انت بتغبط. أيوة. بس انا دلوقتي موجود في مجتمع الفكر السائد فيه، لو هنطبق اللي حضرتك بتقوليه ده دلوقتي يبقى هو مغلوط تماما، الفكر السائد للمجتمع. لان تحديدا بنشوف فكره الزن على الاشياء دي، ممكن الطفل 3 سنوات بيزن على الموبايل، فلو الوالد او الوالده منعوه ممكن عياط هستيري لحد اخر اليوم، عندهم قدره على اصطناع ان هم كمان بيعيطوا. ولو انت ما اديتلوش بيبقى الفكره هو شايف كل اللي حواليه في ايديه الموبايل وفي ايديه الجيمز، وشايف اللي هو عادي اللي هو يبقى اونلاين، وعادي يبقى فيه انفتاح على العالم الاخر، على يعني الفضاء الخارجي، وشايف ان ده طبيعي جدا، وممكن يقول اشمعنى فلان بيعمل كذا، ما هو انا اشمعنى انا هنا دلوقتي اصبحت لو طبقت اللي حضرتك بتقولي عليه ده، اللي انا حاله شاذه وسط 20 30 واحد من الاسره او من المجتمع المحيط بيا، ازاي بقى هزرع فيه ان كل ده غلط وانا اللي صح؟ عايزين نفرق بين حاجتين، او الزن وان انا ابقى مختلفه او لا، يعني مختلفه في طريقه تربيتي او لا. الزن من اكتر الحاجات اللي الاهل من كتر ما هم متضايقين بيروحوا برضو مدين الطفل اللي هو عايزه برضو. صح. الحلها في الثلاث اربع سنين بالذات والكبار، انا لو ما لحقتهاش في الثلاث اربع سنين بتكبر. مع الطفل ما بيبطلش زن، يبقى عنده 20 سنه ويزن و30 سنه ويزن. فانا الحل هنا ايه؟ ان الام تستحمل شويه. هو بيصرخ ويصوت، ممكن يقعد يوم كامل يصرخ، فعلا انا معاكم في الحته دي، بس لو الاب والام عرفوا فضلوا ثابتين على موقفهم، هو مش هيعمل، هو بيدوس على قد ما يقدر عشان عارف ان هو ممكن يجيب اخركم. لكن اول ما الام والاب يبينوا اصرار ان هو لا، مع ده بلا جدوى فخلاص كم مره كده وهينتهي موضوع الزن خالص. طيب احنا بنتكلم عن الاعتماد على النفس ازاي من وهم صغيرين، ولد او بنت، ما بين اني ما كنش يعني ام بعسفهم وبديهم مسؤوليات اكبر من سنهم، وما بين اني ازرع فيهم الاعتماد على النفس. لو تقول لي الساده المشاهدين كده يعني في خطوات. اول حاجه مفيش حاجه اسمها الولد ما يعملش شغل البيت والاخت تبقى قاعده روحي اعملي لاخوكي كذا.
لا اعملي انت مره لاخوكي وهو مره يعمل لك كذا. انا كنت بوقف ولادي الصبح كل واحد يملى مره ازايز الميه لاخوه ورايح المدرسه يساعده. فالاخ يساعد والاخت تساعد. لكن هما الاثنين لا. مفيش حاجه اسمها وضبي اوضه اخوكي. مفيش حاجه اسمها كده. الولد يقوم علشان يحس بالام. الولد اللي ما بيساعدش مش بيساعد في البيت هو بيطلع شخص اناني. ليه اناني؟ لانه مش بيشوف تعب ومجهود الاخرين ما بيحسش. الموضوع ابعد من انه يساعد جوه البيت. يعني. ابعد. انا لازم اخليه يحس بالتعب عشان يعني لما ماما تقول له انا تعبان يعرف ان يعني ايه تعب. لان ماما انا تعبان طب وايه يعني ماما تقومي تعملي لي ايه المشكله ما انت تعبانه يعني. لانه مش مدرك يعني تعب. لكن يعني ينشر يعمل. استاذ امل لو هنحطه في خطوات سريعه كده يعني في نهايه اللقاء يعني احنا عشان بس الوقت احنا اسفين يعني فكره اللي انا لازم اربي ولادي على حاجتين. اول حاجه الاحتواء والاهتمام وفكره اللي انا اصاحب ولادي. لان انا شايف العلاقه ما بين اي ابن وما بين اي اب دايما بيكون زي الوتر الخاص بالجيتار. هي حاجه حساسه جدا. لو انا قدرت اللي انا اعرف اعزف على الوتر ده بتربيه صحيحه باللي انا اصاحب الولاد اللي انا اربيهم على القيم والمبادئ والدين انا كده هكون نجحت في تربيه سليمه لابنائي. اقدر بعد كده اللي انا اتحدى بيه اي تحديات موجوده في المجتمع. الاستاذه امل غالي استشاري التربيه بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير.